طلبت وزارة العدل الأمريكية من وزارة الخزانة تسليم السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب إلى الكونغرس ضمن تحقيق في ملفاته المالية عام 2019. وقالت الوزارة إن لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب لديها سبب مشروع للاطلاع على سجلات تعود لست سنوات. خطوة جديدة لملاحقة دونالد ترامب في إطار تحقيق بدأ في عام 2019 يشمل ملفات المالية للرئيس السابق. وزارة العدل قالت إن لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب طلبت سجلات تعود لست سنوات مضت قد تكشف عن حسابات مشكوك فيها. رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت إن الوصول إلى الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب يتعلق بالأمن القومي، وبحسب رأيها فإن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف الحقائق. حتى الآن لم تكشف سجلات ترامب للعلن، فالمحكمة العليا رفضت في فبراير الماضي منع طلب بتسليم الإقرارات الضريبية لترامب إلى مدع في نيويورك يحقق في أعماله وتعاملاته المالية الشخصية. قبل انتخابه رفض ترامب الكشف عن بيانات حول مداخيله معتبرا أن الإقرارات تخضع لتدقيق حسابات من جانب مصلحة الضرائب. وتبرز خلف تلك القضية شكوك في أن يكون الملياردير ترامب قد تلاعب بالقانون الضريبي أو انتهك قوانين الضرائب بحسب التحقيقات في نيويورك. آخر مواقف ترامب في هذا الشأن هو تنديد بما سماه المعلومات الزائفة وتأكيده دفع كثير من الضرائب دون تقديم أي تفاصيل.